السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، صبحكم الله بالخير. خيد صبحكم الله بالخير والنور والرضا والسرور والورد المنثور. صباحكم من صباحكم كل شيء فنان. يا غير الخبر اللي عندي ما بفنان، هي الخبر طالت اعماركم. انا اللي المبيعات مال الدهن والابزار، كل ما تجمع مبلغ اعطوني اياهم وديناه للبنك، وداه الدري والبنك. ها راشد يجمع مبلغ المره هذه، تحدون بجبل رمضان وهذا تعايز يصير يوم وباكر اليوم. المهم تجمع ما يقارب 47,000 درهم عنده في الدرج، هو حاط كاميرا في الحجره بعد لان كنت مسروق قبل العام وعام الاول خيبه مطر حتى هذا المقصر جدبح من 4 سنين. انا باكد هنكد المراه انسرق قبل 4 سنين، ودي انسرق 5000، ودي 3000، ودي 2700، ودي 700، وديه المهم كل مرة ينسرق شيء، 3 أو 4 سرقات. وتحذر ونتش وحط كاميرا على مشاهد وين الصندوق اللي حط فيه البيزات، ولا سوت سرقة. يوم عد أمس يقولي بابا ترى هالكيت استوى. هذا يوم كنت أنا في بحر قبل 3 أيام، قبل 4 أيام الويكند هاللي طاف، قال لي البيزات انسرقن، اتصلوا بي العيال يعني الهل، قالوا ابوي ترى هالكيت شو تبغانا نسوي؟ راشد حاط البيزات ويا حد، وابوي كسر الصندوق اللي بان البيزات مالاته وشل البيزات. البيزات تقريبا 47,000، 20 روحن في خط و27 روحن، 20 روحن في ظرف، و27 روحن، 27 هاي مال مالات الامارات الشماليه اللي المندوب يوديهن، و20 مالاته هو اللي هني في الفريج وفي ابو ظبي ما حاشها وش. وانكسر، شو نسوي ابوي؟ بعد شو بسوون؟ بنخبر الشرطه؟ قلت هي خبر الشرطه؟ نشوا بلغوا الشرطه وياو هل بالشرطه ولبقوا فتشوا ورفعوا البصمات وما ادري ايش قايل، قالوا بيون هل مسرح الجريمه ويو هل بالمسرح مال الجريمه وما ادري شو سووا وما سووا وصوروا وما صوروا وزخوا صندوق. المهم هذا عدم ما استوى وساروا، وان شاء الله انه بيبين منو اللي صارج، ان شاء الله انه بيبين منو اللي الحين. المشكله لو برا البيت مستوي السارقه برايها، لكن داخل البيت وهذا قسمها قسم الريايل، ما حد لهم روح، كل حد بحجرته. البنغالي عبد القادر ويما محمد مسافرين، هو اللي يسوق في الدمام، وليتامين ثلاث مدريولية وأربعة طبابيخ وشامبي. ما عندي حد أتهمه، ما عندي حد أتهمه يعني، ولا عارف منو منهم ولا حد ييهم من برا. نحن بيتنا ممنوع، ولد امه وابوه ممنوع من برا الباب، ممنوع اي ريال يدخل، لا دريول لا عامل اي حد يبى شيء من برا من عند الباب، ولا حد دخل عندهم في حجرهم في الحجر. فاللي صارج منهم وفيهم احد هذه هالاشخاص، وش اسوي؟ عناي مسافر يعني عبد حفيظ وهريس وهذا البنغالي ورشيد وهذا خان وشامبي 6 ريال، ولا بعارفين شو نسوي. ضاقت بد ما بالمبلغ، المبلغ مش شوي يعني، 47,000 ما طايحات في الرقعه، يميرن بيت سنه كامله. لكن سبحان الله سبحان الله، يعني ما الله كاتب لنا نصيب فيهن. ورشيد بين راشد كم ما حتى البخاخير صار يجلبهن، يقول يمكن اللي سرقهن خلى البيزات في بخار ولا ورا شيء من اليواني ولا شيء من الجدور ولا شيء، جلب البيت فوق التحت. المهم هالمسرح الجريمه وهاي اللي سووا اللي شلوا الصندوق وما ادري ايش قايل، اللي طالعوا الصندوق المكسور قالوا بيردون علينا، ونترياهم ان شاء الله يردون، وان شاء الله ان يجون ياخذون البصمات هالعمال ويعرفون منو اللي صارج ولا منو اللي مسوي هالشغل. يعني داير حتى ما اروم اضحك وياهم ولا اروم اسير جدال مطابخ ولا اروم اسير جدال بخاخير ولا حتى الزراعه ورمس حتى شامبي.
في الصرقات الأولية ثلاث أو أربع صرقات هاي لكن اللي قبل كم من سنة ما كد بلغنا شرطة ولا بلغنا غير شرطة، قلنا كل حد أبوي عنده شيء فض مالك ولا تتهم يارك. المرة عادة دبغة عود، دبغة عود 47,000 لا بربي ولا بربي لا درهم ولا درهمين. وهذا اللي مكدرني، ما بمكدر إن البيزات هذا ما لنا نصيب فيهن، مكدرين إن اللي صارج واحد من اللي أنا آوي عليهم، آوي عليهم وداريهم يدهين لا تنشبين ويت شو يعورك شو في خاطرك اللي بي يعني ما بخلي شيء، ما بقصر عليهم في أدنات الدون شيء غبي وشيء بي ما يعلم به إلا الله سبحانه وتعالى. ولا بعارف منو منهم راعد اليد الطويلة هذا اللي سوى الفعلة هذه، وما بعارف والله شو الحل. وانت ريا الجماعة يردون علينا يخبرونا شو بيسوون. الكاميرا اللي في الحجرة شغالة، جينا وشغلناها، شبكنا الميموري مالها في الكمبيوتر ودورنا الوقت اللي انسرقنا البيزات من الساعة 11:30 يوم الجمعة يوم السبت، من 11:30 لين الساعة 2:00، الساعة 11:30 حدية وحاس الكاميرا، حاس الكاميرا جدر يدار ترى الكاميرا هاي بعد فوق يحسونها زين، حاس الكاميرا جدر يدار ولا بعارفين عاد منو هذا اللي حاس الكاميرا جدر يدار، ما يبين لكن يبين منو دخل. شفنا شخص دخل، واحد منهم شفناه دخل، واحد منهم دخل داخل وديتين قبل السرقة، قبل السرقة دخل وايد على الشباري، شبارينا نحن هاي المهات نفرين اللي فوقه واحد منهم يا وايد داخل حجرة وديتين لو ثلاث قبل السرقة وعقب انقطع الإرسال، انفصلت الكهرباء، تعرفوا الكاميرا التصوير الإنترنت يشتغل لازم فيها كهرباء، انفصلت الكهرباء عن داخل الحجرة. في هالأثناء اللي سرق، هل إنه روحه هذا اللي أنا شفته وايد في الحجرة ولا حد وياه، طفت الكهرباء وانحاست الكاميرا ويا وسوى شغلته اللي سواها ورد حاس الكاميرا ردها على ما هي عليه وشغل الكهرباء مرة ثانية. يعني انقطعت الكهرباء عن الحجرة ما يقارب ساعتين إلى ساعتين ونص. هذا اللي فصل الكهرباء هذا فنان يعني محترف، يعني هو اللي صارج من قبل. هي والله ولا ما ردوا، لو ردوا من يردون علينا الشرطة ويخلصون، ترى لهم شغلة يعني روتينهم بروتوكولهم لين يخلصونه وخلصوا وساروا. فحين من يردون علينا الشرطة نحب نقولهم إن نحن هالكيت الكاميرا هذا اللي شفناه، وهذا واحد منهم فلان الفلاني هالكيت اللي استوى، هل انه هو مبهو، لان ما ترد تتهم حد. انا ما شفت اشوف العين انه هو اللي صارج، لكن شفته انه دخل وايد في حجاتهم وسار وايد وديتين وايد داخل الشباري اما هات دورين، ودي من عند الباب اول مره من عند الباب وسار، وعقب دخل مره ثانيه وايد على الشباري مسوين هالشرات الستاير هذا ما يشوف الثاني من عسب يوم بيرقدون. هي والله ضايج تب الدنيا والله، ولا بعارف منو ليه صارج فيهم. انا لو ضيع عني سياره في سيارتي ربي اين درهم اين، ولو يظهر من 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 سيارتي ما املك وانا ادري بوين ساير هذا ما يهمني، لكن ربي وانا ما ادري اين. وهذه طالت اعماركم قصتنا، انت ريا عاد يردون علينا خبر ونخبركم عاد عن المغامرات شو اللي استوى وشو ما استوى، لكن ان شاء الله ما يضيع حق وراء طالب. وهالقصة مبوني ناوي أخبركم بها من يومين، كان قلت في خاطري يعني ما بحلو السالفة هذه تكدر، فقلت اليوم لا بعدها اليوم عادة من نشيت الصبح أبغي أنزل، ولا برايم أنزل ولا برايم أسولف أسير المطابخ ولا برايم أسير شرق ولا غرب، أخاف أني أضحك في وجه راعي الشغلة اللي بسوينها واستعبط عمري خلاص استعبط عمري، يعني ما عندي حد معين وبتهمه من برا ما حد، يعني اللي سوى الشغله هذه منا وفينا بالبيت الخدامات ما يصير لنا هناك قسم الريايل ما حد ولا خدامه تدخل قسم الـ وكاميرات البيت اللي نحن في بيتنا
انا بيتنا من فوق كل الكاميرات رمع البيبان وفوق اليدرات وعلى البلكونات على ما تشوفون في كل زاويه حاط كاميرا، لكن خربانات من سنتين. واليوم وباكر اليوم وباكر برتب غيرهم بسوي سيستم عندك دونك ولا لا، ويخطف الوقت ويخطف الزمن وتخطف الايام، ولا سويت الكاميرات هالخارجيات. هو الدريول هذا رشيد لانه ملدوغ من قبل من تلدغى الحي بيده زين، خاف من جرة الحبل فزايق فقير، فركب كاميرا صغير ونوله شبكه في التليفون ماله. هاي السالفه امها وهذه ابوها، هذه عاد اليوم اخبارنا اللي مره ما تسر. صلاح وين وعيال؟ صباح النور. ها شوفه قرب الله تدري والله العيد. توني اسال انت وين؟ قال انا في البيت. قرب الله تكمل كذابك يا الكذوب. قرب الله تصبح الخير براشد. صباح النور يا ابو محمد. جود مورنينج جود مورنينج جود. ايه وصل حبيب القلب، وصل حبيب القلب. لا تبصاخ تعوره خاسرته. ها 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 لا يتكول لا يتكول لا يتكول. صباح الخير ابو احمد. خير خير. شد لا اله الا الله. صباح الخير ابو الصوح. السلام عليكم. كيف الحال حبيبي؟ السلام. شو اخبارك؟ جلس 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 لا تحاول ترى منزعج هو. شو تبي حبيبي؟ اول قهوه وبعدين؟ وسح وبعدين لا اول سح بعدين قهوه وعقب شو شو عاده بعدين فروت لا 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 فروت بعدين اخر شيء اخر شيء فروت لا كان الحين اليوم شو مسوي خبز انتو يلا اوبن اوبن خلي صلاح طالع يلا عطى فردة سحة الله 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 صلاح شوف الخمير شوف الخمير شوف الخمير شوف الخمير ها القرص القرص كبر الشيف ومفرفخ ناضي حمر وخفيف ترف تبارك الرحمن خير الخالقين. ايد الواد يحرون الخمير الا الا تعالوا خبز خمير هذا خبز رقاق وهذا وهذا شو هذا ها وين الصحن مال هذاك اه ايه مال هذا عفان الله يلا عادم الحناية دوب قطع الهدوء ايه يا بهالدوب عيزه ثم الحنا اشوف لوبيا يلا صلاح شو تبي الحين انت خمير ولا لوبيا خلص هي ان شاء الله حبيبي كيف حالك يا مرحبا شو اصبحتوا يا هلا الجمهور متشوق يبي يعرف شو هذا الشديد القوي اللي انت خلاك تودر السناب لاجل انك انت تتفرق حق هالعمل لا ان شاء الله قريب قريب تو يعني لازم تخلص شغلك هذا يخلص الشغل ويفالهم طيب يبشروا بالخير ان شاء الله حاضرين. ان شاء الله وانا اخر من يعلم شو السالفه شو هذا هديه من وين انت يلا صلاح من وين صنع درويش الدوديس انت ويترش اغراض هك رمضان هي مال بيت انت بيت بابا خلا بيت ماما بدريه كله كل سنه وكل حول يا بنت درويش لا خلينا بنت يا بنت الغالي يا ريحه بنت سعيد يا بنت خالتي لا خلينا منك امين عاتنا الله لا قطعها هذا بنت خالتنا صنعاء بنت درويش من يوم نحن يحال وهي كل سنه قبل رمضان يطرشون المير النا والخواتنا والنا العالم كلها اخواننا حق بيوتنا كلها ما قالوا هاي اصبر باخذه لكن السنه زايد ابوي خط الخط هذا حق صلاح هبل صنعة طرد صنعة صنعة وسيف بن درويش هاي من يوم نحن يحال لين اليوم كل سنة شو هذا الحين هاي بالشمع الأخمر الأخمر الأحمر ملزق هذا صلاح ما شاء الله ها لا 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 لا, 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 لا. الله أكبر يمين عني طال بخيب بتكبدهن كل في هذا أشي ورامي كم كم يا ربي يا صلاح انت اشوف كم في البوك من قبل زيب بان بعطيك يا اصبر اصبر اشوف البوك كم في من قبل اول انا اول لوليات كم ها
10 جرام انت وهي ها يا اصبر كم هم هي يلا حطها داخل صلاح تحمل على بيزاتك هي شعبيه شو؟ يلا احنا نروح بابا سلام انت الحين في مزبوط انزين انا بتروح شعبيه بدل اويل بيتري ما ادري ايش الشور عند صلاح شو يقول لك صلاح نحن ما عندنا مشكله شو شغل لا ما عندي شغل اليوم عايز نحن ياسين تبي تصير انت وياه؟ لا لا تعال محمد عثمان بي اليوم لا لا بيتغدى عندي عندي لا تكلم انت لا تكلم انا هنا بتروح من تو حبيبي ما علي حبيبي ما ترى الدواء وكلته دواك وكلته ايه اليوم عنده موعد لا لا لو دخلت الدواء خلاص خلص الدواء لا لا في هذا 25 يوم وفي 10 يوم زين يلا يلا انا تروح بابا بدل اويل هي 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 يلا او قلت لك نص مال سلامي لا ما في شاي مره ثانيه واحد هذا خلاص واحد شاي ترى اليوم عنده بيزات بيعطيكم شيء صلاح اها اها عليكم السلام يلا الحين بي بي صلاح دقيقه وحي بس المطبخ وبي انا اروح بابا يطلع خلي بدي لا يلهر يلا سر صلاح بخليك يا ابو راشد دقيقه وحده بي زين صلاح برا يصير مطبخ ورد واه خير صلاح كان شهر ونص شو كليت طالت عمارة مدحنتنا وزاهدة زاقرني حفيظ حقك شف على ها شوفوا مستوى النقاء الدهنة شوفوا كيف صافي هذه معناه تحينة مرة ما فيها أي نوع من أنواع الرطوبة شوفوا كم خفت كمية طالت عماركم الرطوبة من الدقمة هاي اللي تشوفونها مالت قبضة الجدر العرق لين تحت تقريبا ما يقارب أكثر عن 70 أو 55 كيلو اللي ينقصن هذا المريال فيه أكثر عن 450 كيلو يعني نص طن تقريبا أو يعني 420-470 ساعات يضم على حسب الوزن وحسب المتوفر زبد بقر صريح على بطنه وظهره يسير المريال هذا بكبره لين الشركة ويازنونه وهو فاضي ويوم تازنوه مرة ثانية وعلى هالمنوال على هالحال من هالكثر سنة وحين هاي شغلاتنا طالت عماركم أول يتركب على الضوء من الفجر لين الحين ما يقارب 5-6 ساعات على ضوء قاصرة لين تتبخر منها الرطوبة عقب تنحط الدويات ما تنحط الدويات وفي رطوبة لازم تنضي الدهن وتقمش وتغلي ها شوف الفقاعات هاي القماشية هاي قالوا قمشت الدهنة تقمشت الدهنة يعني ما فيها رطوبة يلا حط الدويات الحين طالت عمركم عادة نحن نحط الدويات بطريقة غزيرة شو السبب عسب تقبض ريحة الدهنة فيها الدويات ما نحط شيء بسيط من الدويات نحط كمية كبيرة لأن الشغل هذا ما بمال بياعي نحن نسويه كأن نسويه الهلنا البيتنا يعني شيء خاص هاي الخدمة الخصوصية ما بالخدمة البياعية البياعية يحطون من هذا شوي ومن هذا شوي وطبخوا طباخ بسيط وباعوا لذلك ما تتم الدهنة تصير وتختلف بعد فترة لكن يوم نحن دهنتنا ناضي نحن وغيرنا اللي يمضي الدهنة ويكرم الدهنة بالدويات ما تختلف أبدا شوفوا الحين هذا صفاء الدهنة كيف تحراها ذهب ها الرد الحين طالت عمرك بنرويكم الدهنة من عقب ما حطوا فيها الدويات ها شو ايش قال غدت مدلخة هذا متى ترد غادي تنضى الدهنة ترد شفتوا الحين توي حطيت لكم اياه يوم هو صافي الدهن يرد ترد تعتزل الخلاصه روحها ويتازم اليد فيها لين ساعتين ثلاث ساعات لين روحها تعتزل على ضوء قاصره ما تشوف الضوء ها شوفوا هباب الجدر تلحق الضوء اللي من غير يقولون والله وايد تحطون على الضوء الجدر هي نعم لكن نحن ما نشلوطت شلويط نحن خدمتنا خدمة براد خدمة ناس متفيجة خدمة ناس فنانين يعرفون كل شيء على أصوله تعتزل الدهنة الخلاصة خلاف روحها هالقطار يسمونها الطلاعة تعتزل الخلاصة روحها والدهنة تم روحها ويوم ما في ياكلوني
في خلال هالشهرين اللي طافن ما شاء الله يعني استوى التسويق على قدم وساق، علما بأن الأول من أكثر من 37-40 سنة تسويق ما شاء الله ماشي في الشهر مريال، مريال ونص، مريالين، لكن ما شاء الله في شعبان ورجب كل يعني كمية كبيرة ما شاء الله تصير من الإبزار ومن الدهن. الله يرزقنا ويرزقكم من فضله. Thank you حفيظ. Thank you شباب. ما ودي أمس حتى وياه لأني ما أعرف إنه ليه صارج، ما ودي حتى أضحك ولا عشان تبون الصدق. ناق منهم نقمة. الله أعلم، ما أدري منو دران، كيف أعرف منو؟ أنا أعلم الغيب، ما أعلم الغيب والله. جلس جلس خبره شو يا بالله. بوك بوك كبير أنا. هي هي بعد هدية يعني. هي وأنت ماشي هو بس صلاح. صلاح لو لي عطني إياه أنا وليدي حقك بعد. ليش بعد صلاح؟ أنا ما بخوك، ما بتعطيني لي؟ عطني لولي لولي سيارة جي. لا أبا هذا، لا لا هذاك جديد وايد في السيارة مال قبل 4 سنين. زي سألت ترى صلاح يحب اللي عطيه هذا هانسير. الله أكبر شو ذا أبوك أشوف من وين براشد؟ من عند عرب أجواء غاليين وما يغلى على الصلع، ناويت أحصل. صدق والله؟ إيه من أول ما ياك. إيه من أول راح مابك. أشوف صلاح أشوف يب الراوي الجمهور أطع يب نشوف يرد. بارد الكيام الهوط أنت ما شفت خير يب أمين. شو اسم عادة؟ هذا بعد حتى اصحاب نين جاي معهم انت تحبهم وتموت عليهم. صدق والله؟ ايه شو اسمه براس ميد ان ايطالي. ايه ها ها هذا اسمه. شو اسمه؟ ها اميتا باتشان. هي باتشان باتشان والله اسمه باتشان واسمه سندان. ما سندان باتشون ما اعرف له والله. المهم صلاح خيبة. يا صلاح بتعطيني الأولي؟ بعدين. مع شاور خدية. شو تقول خدية نحن في الشوفة؟ إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله. إنزين. آه. حبك؟ قال لك شكراً. إيه إيه. خبرني إنه بيبيع السيارة بكم سيارة. كذا كذا. ترسيا سعيد تبع؟ إيه نيسان ولا ستيشن؟ ستيشن. هذا للزيد. إيه. بعد. كمان يتات سيارة سعيد تبع. ان شاء الله حاضري. شو كلام يقولك من 3 شهور كلام بعده بعده صلاح خلت تكمل 6 سنين باقي لها 6 شهور عندك. بس 6 شهور بتكمل 6 سنين سنه جديده من تكمل 6 سنين لا صوم صوم يقولك يا ايام رمضان بعد رمضان يا مرحبا ابو عثمان. يا مرحبا يا مرحبا. السلام عليكم من طول الغيبات يا ابو الغنايم. حبك ربك يا بنت. اهلا براشد الغالي كيف الحال؟ هلا عمي هلا شو الاخبار؟ كيف حالك؟ سلوم سلوم الله يسلمك. شحال الاولاد؟ كلنا بخير وسهلا. ابراهيم السلام عليكم. ابراهيم عساك بخير حبيب. كيف انت؟ حياك الله. طيب انت؟ يا مرحبا. بعدك مكان بعدك دهاقه وهذا بالله هذا اشوفه كل محريم وكل ساكت. ها سر هناك سر حبيبي هذا ما ينسق لوالد اي سلم لانه ما بصاحي تعبان. لا انا بصاحي ما شاء الله ما في شيء. هات وسمن صاحب عندنا بخير انت بعد. هي الحمد لله بخير. لو تعبان يا ابو عثمان وصار المستشفي وهني تعوره خاسرته بعد. هي والله زبوي وين هاك اللي اعطنك يا خذيها بديه. لا لا اعطنا طه اعطنا كريم حلو. وين الكريم اللي من عند طه؟ طه عبد الجليل في المغرب. مال المغرب اعطنا. أنا شي خصني؟ ما الدندة؟ لا بالدندة أنا ما شفت شيء في الدندة. ما عند هي بتريق بعثمان ولا ما تشتهي؟ إيه خالك وين خوخ؟ خوخ؟ إيه خوخ؟ خلي بديه. ولا في الشنطة في الشنطة. خوخ يبه. أنا هنا. شو؟ يبتين تين. إن شاء الله حاضري. بعثمان. هذا الحين عندك شباب خمير. وعندك لوبيا وعندك رقاق وعندك عسل وجبن ودري ولا تبي يسوي لك فول؟ لا لا
فول ولا بيضة طماط؟ لا بس خلاص لا. أنت شو تبى دقيقة؟ دقيقة؟ هي؟ بيضة طماط. يلا صغير حفيظ بسرعة بسرعة. بسرعة اركب. قل له ودر كل شيء عندك بس لا تاكل شيء الحين. لين يذهب بيضة الطماط. إيه. هيا أبو محمد. شو؟ صلاح؟ شو سويت؟ شرب الشاي القهوة مع أبو راشد. ما بخبر ما بخبر. شوفوا شوفوا أنتم. تعال جبنا الشيف بكبره. انزين جبنا الشيف بكبره لعيون محمد عثمان. يا بابا اقول لك وين فنيالك؟ اي صلاح؟ لا ما بصلاح ما بصلاح. صلاح منو شرب القهوه؟ محمد عثمان. صلاح مشغول. صلاح تبغي صلاح منو شرب القهوه؟ عثمان. محمد عثمان اي ها سوي شوي بيض طماط حق محمد عثمان. يمكن براس بياكل. لا 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 عسل وهذا. حط شوي فيه فلفل. اوكي يلا يلا نو تايم. اي يلا اي من بيعرس صلاح ما شاء الله. الله ما ممكن ها ها ما بيعرس ما بيعرس ما بيعرس. اقول لك دوك هذا هذا ما فيه امينو هذا من تبي. محمد عثمان بيعرس بيجيب عيالة ورزفة بيسوي هريس بيجيب قهوة عنده. عافية بترابعني. عافية وين بعد بغني لك عشان عافية هريس. إن الله ترى القمر والنجوم تمشي ورا. شو راح تبغى بعد؟ غناك محمد عثمان من اقدم المطربين بيقوم حارب حسن والجماعه الاوليين الله يرحمهم. اكيد عرفهم محمد عثمان. اي حارب حسن الله يرحمه ومحمد مرفتي محمد بنو مرفتي محمد مرتدى واحد بس محمد مرفتي الله يرحمه بعد توفى. ايه طب قديم محمد هاي الاول يقدم في السمرات ولا في وين معك؟ محمد مرفتي زعابي هي. شاعر هي. شاعر القدم الاوليين انزين محمد. ايه الله يرحمه شاعر ومطرب. ايه ايه لا مو مطرب شاعر بس انزين ويغني لي بالروغة. هي يغني لي انزين محمد شد لحقت على سمرة يغني فيها بالروغة. هي نعم لحقنا. شوف عينك. هي نعم والله. في وين محمد؟ والله عدى في هنا في المضبي والله وفراس خيمة. هي انا بحياتي ما شد لحقت. لا لك ما تحصلك مكان في العالم. شوف انت وليش ما شاء الله اعتزل وقير وهذا تمت الضرائب والدنيا والعالم وسوى. شوف انت هي العالم. هي لك الحمد لله حين الله هداه الحمد لله ما شاء الله اللي طوع ما شاء الله حين ما شيء من المدينة إلى مكة ما شاء الله. إيه. إيه. الله ياجره إن شاء الله. آمين آمين. ولا بلعيك محمد منو تريد من المطالب الأولين هاد بالسمرات اللي الأول ما عرفنا بس بضربنا بس بالروغة. إيه بضربنا. وحارب حسن. وحارب حسن بعد حب الله حارب حسن. سعيد سالم. سعيد سالم تحيد هاتف غنية. إيه. تستحي لبني تستحي ولا ما يشوف ما يشوف. هي ما ادري ايش قايل بعد الاغنيه ويغني ما يشوف يغني ما يشوف يغني يا ابو راشد. في بعد مطرب معنا في امانة مصيف الريسي هي. معروف بعد ضرير ما يشوف ويغني ويصير كل مكان. شوف انت اي والله معروف فتى الشعب اسمه. شوف انت اي ابن القوي. اي نعم الله يرحم ساتي. امين امين. محمد عثمان شوف الأول العرس ثلاثة أيام أنت اللي لحقت عليه من يوم أنت ياهل لعراس كم من يوم؟ ثلاثة أيام أربع أيام يستوي العرس. إيه أربع أيام ذباح ويقسمون للأكل وغيره وهذا. إيه ما بحين الحين حطوا ترازين وغيره وهذا في الفندق وكله وظهر. إيه والله قبل العرس غير طال عمرك قبل هذا غير بعد فرحة. هي والله سبحان الله حتى معنا ابو محمد. هي هي معنا اربع ايام يتم العرس. هي اكيد اكثر ناس يرزفوا النعامين. هي هي والمقابل هي الوادي فير يتم اربع ايام يرزفوا ما فيها هاي دعوه وفرقه مجوبه بفلوس ولا شيء. ها كله شف. شوف انت هي. والصف ابو محمد احيانا يوم يرزف بن عبيدان الله يرحمه يكون 40 منه و40 منه ما يكون هم مكان. سبحان الله. اي وتم يجوز وليل الفجر في الدجله والمداخن تقولها شوف حد يردون من شعبه وحد من سمره. احمد الاديد الاوليه هذه حب العياله شو اسمه اللي في عنده خلفان مجاسم خلفان ها خلفان اللي حقت عليه. نعم والحبشي والحبشي نعم سلطان رحمه الله عليه هو هذا مال الرزين. هي نعم غير هذا عطوا الاسم نهار الله يسوي نهار الله
نعم. اي والله يا محمد هلا محمد ليت اللي سوى فيها زياده اهتمام الحين يقولوا اهتموا فيها هي يعني ما شاء الله بنفس قياس العياله ما شاء الله واحد عنده صوت وغير لكن مشغول شوي عنده شغل اليوم منو في واحد محمد راشد هي زعابي هي شو يسوي صوت حلو وعنده صوت عنده غير مطرب لا لا ما له الله والله وين وحينا هذا موجود لكن هذا مشغول في وين بضبي لو وين لا براس خيمه منو يطالع يومه في راس الخيمة؟ نعم شيء نعم. عندك أنت لقط منه؟ لا ما عندي. ما في التليفون شد طرش اللي قبل كم من سنة؟ إيه آخر يوم. بس صب. زيادة عند حيلة. وأنا حيد قابل. آه كيف الحال؟ ما شيء عندك شوية الخفيف؟ ما له الله. شو عندكم ما شاء الله؟ ما يوم الطفل آه. أي بالدوامة. هذا بغينا شوي شوي صوتك شوي الحلو وهذا طال عمرك تعبي وتعيش وتبي تعال تعال اصبر 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 شوي شوي ترمتين اقول لك سلام عليك سلام عليك ودر عنك اي شغله انت حين على الهواء مباشره لا والله ماشي ودر الله انت ما خصك في الله الله فوق ما عليت ما عليت بس الا دقيقتين دقيقه واحده انت حين على الهواء مباشره على الهواء على الهواء يلا عاد ما شيء لازم الحين لازم على كل كلمتين بس اللي توك شليت الحين اللي توك شليت حق محمد يقول فند اهلا بدايه يقول يا الله زعداء النسيم يدن ويبلغ العاشق هو مطوبه لن يدع تجي لينا ولا يهتني بقوته ولا مشروبه رد عليه قال أمسى وقيد هل طويري نوحي ويصيها حزني على لولافي وين وليكي وين أنا بروحي في قبة زرقاء ولا بنشابي ورد عليه قال له الله يلي في السماء يلهادي يا مبعث اللي مكن في الجنة فزيت من نومي حرم ترقاد ونسيت الفرض ولا كملت السنة لكن لازم نبها تسيعبها حين بجهز لك اياها استدم البيات بقراها بقرا لك اياها ما نبى ما نبى قراي نبها تشلها شله ان شاء الله الحين 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 ابو محمد نعم عين بايت سهرانة زايد عليها الهم والوسواسي ويا هي يا يا الله زين نبى اسمعني ما قصت بياض الوي اسمعني انا ما عليه طرش 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 لي اسمعني طرش لي اي فيديو في فن الاهل الله بطرش لك الحين الحين واحد واحد بس ابغي طرش لي يا فيديو حق انزله للجمهور الحين ما بنقدر نصور شيء لين تطرش لي هذا وانزله وايد ضروري ربي ابو محمد حضور 4000 شخص حق الليله بطريقة الزر حمراء التراثية زين منو ما ادري كيف ما حد عاني ابو عثمان قايل والله عاد القرمايه قايل خبره ما يعني المهم تطرش لي الحين فيديو مال اوه الله في شوي بسيط ما قوم شوي ما عليه لو شوي يون منه بس توكل على الله اكو صار حي على محمد عثمان يلا غايتي شكرا فديتك Yeah.
فن الأهالة. هم نفسهم هالرزيفة هالبالعيالة هم يأدون الأهالة صح؟ الأهالة فقط في رأس الخيمة؟ رأس خيمة بعد شيء مقيوين؟ مقيوين وعندك نعم مقيوين ورأس خيمة صرف عنهم عيمان؟ عيمان عيمان بعد والله؟ نعم. أنا ما أعرف يعني لا 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 في رأس الخيمة وعيمان والشارجة؟ والله ما أقولك عن الشارجة لكن رأس الخيمة وعيمان رأس خيمة عيمان نعم وملقيوين؟ ملقيوين سبحان الله هي والله أتمنى من الجهات المعنية ولا المختصة أن يزيدون اهتمامهم في هالفن جميل جميل إلى أبعد الحدود بالأخص يوم يتجمعون كامل العدد شيء في منتهى الروعة من سنين أنا أعشق الفن هذا سبحان الله يعني ما تم يطلبونه وايد العرب إلا في رأس الخيمة يا سيصب ولك وسكت أنت ها؟ ليش سكت محمد ما كملت الموضوع؟ هي والله ما فطرت بعد ما فطرت وانت عازمني على فطور وانت بتكلمني ما يستوي هالكذب فانت عازمني على فطور وتبي حد ناوي تيس على الغداء؟ هاي الغداء 9000 تخبرها؟ ايوه كم؟ فور هودس نو فور صلاح انا فور صلاح برنقت هاي ابيها جديده فقيره ونشت وحطت الاكل ما صلاح هناك ما ابو ابراهيم لا لا ما ابو ابراهيم ها ما صلاح صلاح منو حق هذا ايش دراني صاحي ولا انت حتى الكوب حتى الهلاده مليان ما ابو ابراهيم بيح بيتنازع وبي حين بي شو ان شاء الله ها شاي سليماني شاي حمد يسوي يونس ليمالي تي تي رد رد تي لا لا تو يس رد سليمان ودنا نعناع نو شكر لا يس شكر ما في وين شكر فورمي صلاح نو شكر يس يا مرحبا ابو راشد يا مرحبا من سرت لينيت والله يا ابو راشد يتولهنا عليك اخ عليك اخ عليك ها ها طلعت كبدة والله يا ابو راشد يوم انت ضيع حتى سؤالي يوم في يوم انت في ايران ولا شيء سنابات ولا شيات انقطعت على العرب كلها والعرب حشروني وين ابو راشد بسم الله عليه بسم الله الغلب طوع قدر الله ما شاء فعل الحمد لله رب العالمين إرادة الله ها الحق علينا يا ابو عثمان الحين الجدر يفوح البركان فوهت البركان ترطن استغفر الله واتوب اليه هي والله يا ابو عثمان هي السعاده زين إيه محمد شل المخده ويلس مكانها عشان تظهر في التصوير شلها من ناكي انا ابو انت ما تروم حطينا محمد للعرب هي السعاده حطينا العرب المقطع الفيديو طرشاه لنا يا ربيعك من راس الخيمه زين هي والله طرشته هي هي حطيه العرب شافوه كلهم اي شافوه هي هي نعم يا ما شاء الله عليه صوته محمد راشدها محمد راشد مطر زعابي ما شاء الله اي نعم هو اختصاص شو شغلته ها شو يشتغل اشتغل في البوليس بوليس شرطه كان يقبض عليك الله يسلم الكافله يستغل بوليس ايه بوليس 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 خلت تعمل هناك تعمل رمى الصلاه هذا ولا وين ابي بي ايه انت زين الشعران نجيب الحين نجيب بس عيد بدري انت اليوم ها شو بعد ان شاء الله احب اخلي قطع لك تي لا ياكل روح ياكل محل بدريه والله حبر الصباح صلاح ليش انت ما حبر الصباح يقول لك يدور يدورك انت محد بولسو امس قول جيتين انا اعطيها تعال ياي وين نشوفك عادم شو هبا با با يا زع زع
تقول امس هي يعني جبتين انا اعطيه هديه الله هدي ديم يا الله ديم يا وحياك. انت قايل له شو قالك بيعطيك هديه؟ يقول اعطيه هديه. اشوف تو جايات جاياتنا 2000. ايه لا راي انت انت ما تبي تبتين بلاش تين الله اقلع انقلع بس خلاص انقلع. ايه يا صلاح اي عندكم 2000 والله تو جايات من صعب الدرويش. هذا هذا فور هود سوان صلاح وصلاح في شكر ولا ما في شكر؟ ما في شكر. صبري بعطيك بخشيش والله يعطيك الثاني بس شلي شاي شلي عنه ما يجيب ولا هذا بابا عطها هذه جديده عطها 10 رمضان قابل عليه. حاضر مشكلة ما مينوت مينوت ان شاء الله طلع. اها صلاح فراشد يوم تترقد عنده شي يسوي في الليل وبعد بعد والله لا ولاكس يعرفوا صلاح يعرفوا من راعي هالنغمات. شو صلاح كيف شو اخي وانت لا 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 انت انت براشد. لا براشد. انت تو الحين براشد مره جاب بسافر وياه خلي روحه في غرفه لا خلي يدود غرفه وهو في غرفه لا خلي يدود لا يوم بتسافر البوسنه برا بس البوسنه برا ما بتسي لندن ما بتسي لندن لا خديه 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 عندها مدرسه جامعه يوم بتخلص بالجامعه. لا ابو عثمان احنا اليوم لحقنا القاصر مسروقات 47,000 درهم. امين بعد هي والله من البيت من هي محجه البشاشير بيع الدهن. هي والله انسرق من عند دريول وبلغنا الشرطه ويا مسرح الجريمه ويا كل شيء وهذا وساروا قالوا بيردون علينا خبر على البصمات وما ايش قال الاجراءات بيردون يكملون باقي الاجراءات. لا اله الا الله ما شغلت الشيطان مالك الشيطان يقول ابوي صارج منا وفينا هذا كله في البيت حبتينا هاي ليش؟ لانها طلبتك غرشة وقلت لي اول بادي فلوس هي نعم وعقب خذ غرشه وغيرك نعم ودسكاونت وجيه 5 دراهم الحمد لله غيرك ما تتشاف الخمس ايه. انت انت زين بعد حبيك مجروبه سويت الخمس والحين على امسك هذه تبغى غرشه الدهن ب 150 ايه ما شيء 125 حالك حالك طار ما لنا نصيب فيها احنا لا صراحة اطب راشي يصور في سنابك انت ما بتعرف انت تعرف تصور روحك وين تعرف تصور في سنابك لا والله هي بخير مع الاستاذ صلاح الخالدي اصورك خالد بنك ها هي زين يلا انا بابا انت زين وشو الاخبار يا استاذ صلاح زين شيء غمنا شيء قصيد ما في لا الحين انت عد وهو بيسوي وياك يلا مرحبا لي ساكن في ابو ظبي مو ها ها مرحبا لي ساكن مرحبا لي ساكن في ابو ظبي دبي حيبة مليون يا عمي صلاح عينين هذا اللي عينه شرع عين الظبي من سرى حيبات في نص الفلاح فلاح من نوع غوي كسرت حكي ابوش بوش من نوع مو هذا صبحي لك المريا ونص طن هذا اللي تشوفونه نص طن زبد ريج زبد ريج زبد ريج يسير ابويا لين المزرعه ينحط في الكاريير ويتركب ابويا في الكاريير ويسير لين المزرعه ويازنون السياره وهو خالي ومن يظهر عازنوه مرة ثانية الجدر من عقب ما يمزرونه زبد لين عينه كود كويد يظهر ما يقارب 470-430 كيلو يعني تقريبا نص طن تعرفون الطن 500 كيلو ويتركب ابوي الفجر من عقب ما ينياب ويتنظف يتعدل زي ما زيد ويتركب الفجر الساعة 5 ولين الساعة 9:30 يلا يلا تخوز عنها الرطوبة فيخف هذا شوفوا تحينك هذا بعد حب ما طبخ طعوا ليه وين لكن اللي يصير ويطبخ يخف بعد ما يقارب أظني ما يقارب حوالي 70 كيلو يخف منه 70-80-85 كيلو اللي الدهنة ما تخترب يقولك ناضي الدهن اللي ينضي الطباخ اللي على أسته بالراس
بالراب 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 اقل ما تكون الضوء لين تخوز الرطوبه. عقب يوم تمضى الدهنه حطوا الدويات، ما يحطون الدويات والزبد بعده في ماء، لا هذا يخترب ويغدي مبطن خلاف. لو انه زين اول بادي لا عقب يصير ويخترب. شو السبب؟ لانه مبناضي في رطوبه، لو يود يوم ولا يومين ثلاث الناس تشتري، ناس تشتري وعقب اسبوع اسبوعين ثلاث تغيرت ريحته. ليش؟ قالوا والله اخترب ريحته مخرزه. شو السبب؟ وحين اول ما اخذناه طعمين زين، قال هي نعم صحيح زين، صحيح انه زين، لكن لان مبناضي ما يبين العيب اللي فيه الا من عقب وخيده باسبوع او اسبوعين او عشرة ايام، اسبوع او اسبوعين او عشرة ايام عقب يبين السوء والرداء اللي فيه. لكن نحن والناس اللي خاف من الله تطبخه وتنطيه زين ما زين يخلونه ناضي، وعقب يحطون الدويات حسب ما يفقدون الواد من غير ما يبون يفقد وزن. لكن فقدان الوزن منه يعني فقدان الرطوبة، فقدان الرطوبة أي معناته دهن صافي، دهن بقر صافي ما في رطوبة ولا يقطن ولا يخترب. لو بيكمل حول حولين ما عول لأنه ناضي. كيلو كرتونة معدل مزين مكتب عليه استكرات والدهن هذا على ما تشوفون. بدينا الصب والتكرتين كريتينات هالطريقة، ها كل المزرات أخذ شوية كل هالمزرات اللوكو عليهن والترتيب عليهن وعلى ما تشوفون. شايف غراش وهذا الدهن، وشايف الدباب وهذا الابزار طالت عمارك بكراتين مصفف ومعدل ومزين. هذا كله للتسويق، وهذا طالت عمارك بالصب الحين، هذا فريش مرة عقب ما تبرد، عقب ما تبرد الدهنة صبيناها في غراش. لازم تكون الدهنة باردة، يجب أن تكون الدهنة باردة إلى أبعد الحدود وتصفى تعتزل الخلاصة تحت والدهنة تمروحها معتزلة. هذه دهنتنا، لما أقول لكم دهنتنا نحن غير صافي وناضي ما فيها أي رطوبة أبداً. شيء فغراش وشيء في دباب، شيء فغراش وشيء في دباب على ما تشوفون. لكم عين تنظر جودة ونظافة وخدمة وترتيب، ما لم يسبق له نظير. وهاي الغراش تونا مبتكرينها أجود وأخيار وأنظف وأنظر، ولها استعمالات أخرى من بعد غراش الذهب، من بعد ما يفيجون منها الذهب لها استعمالات أخرى. وهذه الدبة مسموتة للتسويق اللي حق رمضان، نحن بادي من ثلاث أسابيع، لكن نظرا للزحمة ما بغيت أصور علشان إن ما نيلس خلاف جدمي وأخرني وجدمني وأخرني. لذلك حطينا شيء في دباب وشيء في غراش، نوصل المندوب يوصل جميع أماكن الدولة، دولة الإمارات كلها، والواد مليه من غير اللي يبقى يطلب من المندوب، المندوب روح يوصل له عاد وين يبقى، إذا كان ساكن في فندق ولا في مكان ولا جاي على الحدود هي. لكن إننا نحن نروم نتوصل البلدان اللي من غير ما نروم، لأن المندوبين طالت أعمارك ما يشلون يودون الأشياء هاي خارج البلاد. خارج البلاد اللي يبي حد صاحب صديق عنده سيارة ولا شيء يروي يتصل في الرقم هذا اللي على الرقم وبيوصلون له هي يوم بيكون هو في شق في فندق ولا شقة سكنية ولا على هو. هاي الطريقة وهاي الغراش تثان ويتعدلان ويتنظفان ويتقرطسان وكل شيء على ما تشوفون. بس راح ما يبين النقش، هذا نحت، هذا نحت على القرشة بخلاف عاد من تبرد الدهنة شوية مرة بدت غدت يعني دقها هو الكنديشن شوية صفرت، عقب عادة شوية تحف وتغادي بهالطريقة. دهنة دهنة بقر على بطنها وظهرها، ما شيء شرق ولا شيء غرب، نظيفة خالي من الرطوبة، ما فيها مواد حافظة، مملوحة معدلة ومزينة وما فيها حلبة، فيها السنوت وليليلان وكله بطريقة يعني على طريقتنا نحن، خلطتنا نحن يعني
نحن الخلطة هاي ما نخبرها حد، نحن نمتاز بها روح مرة ثانية. ولما تشوفون ادني ونخدم ونعدل وننظر، ايه خف خف عين ابوه مال مولي هو، والله انت غير نمونة، حالها حال اخوانها، ايه بزوالك. هذا طالة اعماركم اليوم، يوم الترتيب، يوم التقرطيس، هذا لبزان. تعال 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 يا سيدي سيدي، عندي انا هني اول، انا هني الله، هاي حق الوحدة، هاي هاي فيها نجمة تطير، انت الحق هنا محمد عثمان. ها الحق هنا يبي يودي حق بدرية. هني هني ايش جاب خروج هذا ما يبغى شامبين معي اعطيه. ها سي سلام عليك بعد جديد. شو بتسوي حيلته؟ حبيبي ما شيء غيره، شو اسمه هذا؟ لا بابا هذا كله امس انا شيله. عاش عاش ناره شويه شويه يا سخ سكت عن روحه هم مستطرب. فيني أربع صلاة سعودية هذا سعودية تمام دمام. شو الله خلوه دقي عندك ريقة ود انت لا تعطيه انا شي خصني حاني يا جد مغسول. لا لا ما بغسول ما مغسول محمد ما شي هو يعق فيها البطن دخل لا ممنوع صراحة تلو تلو اها صحيح طالعني عاد انت طالعني وتترمس صح صحيح طال عمرك الحين نحن اقول لك منيها شو تقول منيها الحين هذا الله يسلمك عندهم مكاتب مال الذهب مال ذهب وغيره مال عملات اي العملات الذهبيه تفضل شو اسمها هي من انت؟ إيه. قالت لي شو اسمك انت؟ ممكن ارسل لك قول انت من لا لا انت 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 ايه انت وين شركه وش اسمك انت الكريم وغيره عشان عشان اخوي حذاري هنا يعرف المواضيع الاسم هذه يعني شركه تعديل رايكم ايه قولها قولها شو تبي ايه قلت خبها شو تبي زين انت قولها تخليها ترجعت ما تحيا زي مره امس الحين انت شو عندكم شو تبغين الحين عشان الذهب تقول انت كيف انت تاجر الذهب حقيقي ايه اسم ما اسمع طال عمرك شوي ما اسمع طال شوي صوتك ما اسمع يوم الجمعة الأسهم بتاعت الذهب كانت عاملة 1834 زين صدق داي أنت صدق داي شباب تحطي تراوين التليفون عشان أسمع إيه زين قول كم تبيع بيزاتك زين ما تعيز هي من رمسة الحين ما عليك منها لكن لكن الحين لكن من أنا شو المطلوب كم تبغين أول شيء أحول لك حوالي شيء كم تقريبا $1000 خيبة لو عندك كم كم الدرهم؟ ما عليه كم الدرهم طال عمرك؟ 3700 ايه مشكلة الحين الحين بعد ما طلع الشيونة الحين التقاعد ما 11000 عندنا الخدام وعندنا البيت وغيره بترول وتو بعتني مخالفة وياتني مخالفة تو ياتني من صحيح طال عمرك لا 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 ما تآمل نحن متقاعدين والحمد لله ساترين عمارة طال عمرك شباب حق اولادنا لكن ما تعامل مع الذهب مع الاسهم وغيرها ما الالماس الالماس في الاولي في الاولي ملدوقين قبل ملدوقين شركات وغيره احب اتبرد مره ثانيه على كبرنا لا لا طال عمرك مره مو لي ابد ايه لا تشرب كثير كثير ايه كثير نعم ولا تبنيو ولا تبنيو منيحة يا حيلة ترمس
من الشركة طال عمرك. اسمها 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 لطيفة. لطيفة اسمك؟ لا اسمي زينب. زينب هي شوف انت زينب. كم تبى كم تبى فلوس خبرها تخبرها كم تبى بيزات 3000 دولار. اي نبى نسمع 3000. اي كم كم دولار؟ 1000 دولار. خيبة 1000 دولار. اي 1000 دولار. نعم. اتكلم. قول هاي. قول هاي. يا مرحبا. ماذا؟ تسألها قولها كم الفلوس؟ انت وين انت؟ كيفك؟ ليح. كيفك انت جربت الاستثمار قبل كذا؟ شو هذا؟ تسألها تقول جربت الاستثمار قبل؟ لا. بس ارفع التليفون فوق. لا مش عمانة بيع فلاح ببغاش يا عمانة انت في الفلاح قولها في الفلاح قولها ساكن في الفلاح قولها كم الفلوس قول كم تسألها قولها كم الفلوس كم كم الدفع كم كم الفلوس أول شيء يدفع كم يحول اسألها انت اسألها خلي ما بدري بيا كلك شبدك يا رجال عورها بطنها انت قاعد تتكلم وانا مركز هون عملي تكلم تكلم وتركز ما عارف ما عارف انت تدوي فلوس لا انت تدوي فلوس مو انا كلم كلم العروس الحين بتجيبوها قولها زينب كم الفلوس يا ما اسالك كم المقدم المقدم كم ما بابا ما لا تخلي التيت بخاديت صبر طلع كلم الحرمه زينب هاي انا قايل لك هاي انت اكثر مني منك زينب عندها هاي هي اللي بتجيب لك الفلوس قولها كم كم راس المال هي بتجيب لك الفلوس زياده يبقى فلوس وعروس كامل عدوي انت شكرا يا رمسه صار بس اخر شيء اخر شيء كم كم قولها كم الفلوس 3000 الاف دولار ها 1000 1000 قولها مو عارفه دولار يا ها بدين يعني مع كل حركه بتاعت الشغل إيه؟ يعني على الاقل 300 دولار في اليوم تقول لك طيب مين مينونه عشان الترتيب يكون الشغل طلع ايه ترتيب الله يرضي يا مينونه سلام ما عليك ما عليك بس تخبرها انت تخبرها تخبرها كلم زينب اشكرا يا زينب زينب الله ما ينوم قولها زينب انت وين ساكنين؟ انت وين البيت انت؟ دبي زكلمها انت دبي انت؟ دبي وين؟ الو شو سويت انت الحين؟ ما سوى كتم ما سوى كتم ارسل لك الكويشن ها ارفع التليفون فوق قول انت وين ساكنين؟ انت البيت وين البيت؟ الخليج التجاري دبي دبي في دبي في السيح في السيح ساكن في السيح ساكن في السيح رمس ابو راشد رمس زينب خلوني ايلس انت ايلس انت اي مكان ساكنين اي منطقة؟ كبر جمال العدوية سكنش والشركة عزيزان احنا تو نعرف ايش انتي ما نعرف الشركة تو مسؤولة عن الفلوس زينب بتكون ايه ابو هيل تكون هيل خيب الشركة صلاح صلاح منو عليه رمس ابو راشد حريم هذا حريم ايه اهلا دب هذا الدب يا زينب خلاص احنا هذا اللي محمد عثمان محمد 1000 دولار ايه 1000 دولار بتجسم علينا على 1000 دولار هاي زكاه زكاه امين ان شاء الله امين بتزكي زينب زكاه بصراحه بس رايح على طيف تليفون علي اقول تزكوني اسال زكاه تعود زكاه 1000 دولار زكاه مال رمضان خيبه بيعطوك 1000 دولار مال رمضان زكي تبى ولا ما تبى 1000 دولار قول ال1000 دولار كم درهم كم درهم كم يطلع من بالدرهم ابان ما بيت انا بيت بن 3700 ها تقول اكتبها امينون ما رمضان تبى ولا ما تبى يجسمون بيزات صلاح حبيبي شوف 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 انا بس خلاص صلاح ما يبى شوف خلاص زين خلاص انا رد عليه واتساب
لا ماشي واتساب لك من خليه يفتح واتساب. ايه لا في في لا لا انا بوش انا اشتغل عنده هذا الشيء بالمتصل عليه. ايه اشتغل عند محمد عثمان. قول انت شو تشتغل؟ هذا عليه واتساب عليه واتساب. وانت شو تشتغلي؟ شو تسوي؟ شو وظيفتك عن الوظيفة؟ تعرف شيخ البلادين؟ اي انا اشتغل هنا في المزرعة مع محمد عثمان. يوم 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 تندثر طوي ولا شيء ولا خلاب نخلة ولا حاجة هاي وظيفتي. اي ما اعرف الهن لسهم بعدني. كان لو عرفت مش لسهم اسوي شخاخيط في السماء. هذا يوافق بعد زادة يوم يترس بطنه يوافق بسبب بعد ما متردي. يفكر هذا مينون مينون من بنتين مينون. كلم حليم. ابو بنت مينون. متى العرس؟ لا اسمي صلاح. تقول قول انت تحرك محمد قول اسمي صلاح. خبرها وين ساكنين؟ فلاح فلاح دار المقبرة. ها خبرتي تخبرها وين ساكنين؟ فلاح. عطها اللوكيشن. جسمون بيزات $1,000 على النفر. أنا بيعطوني 1000. قول كم درهم كم درهم؟ وين ساكن؟ اسألها اسألها تجاوبها. فلاح على شقروتي بس ما عندهم مونه صرفت عليهم بيزات وايد. فلاح سكر انا غرب اللهتك. صلاح ليش ما سولف معك؟ هات هذا التليفون محمد. خلوه يا محمد. ليش سكرت التليفون؟ خلوه لي يا عروس عروس ابي باب النار يا ابو عهيم يا نار. جهنم انا جهنم انا جهنم تبزتف عايز حد ياكل من ترتيب يسوي ترتيب للاكل. مع السلامه. انا بدي بشرب بس سيب بدري اسكن هناك عند بدري حليت على عادتي. حسنا تريد تبعها اذى ترتيب لكن ما يسوي لي ترتيب. منو بيرتب لك حبيبي يسوي ترتيب؟ انت شي خصك؟ هذا مينون بايه ردونا هلم. مع السلامة تهديد هلم. نحن بسير كوفي قم براشد بسير كوفي. صلاح ما عندي روح. صلاح بسير اشرب كوفي. لا خالي بيك اسد وبشلك. لا مينون حيادان الحين تقول لدان ما يشربون كوفي وقت لدان. لا بادوا نسلك يصلون باكر باكر. لا بادوا حمليون باكر خلاص. باكر ما بتي. لا خلاص اتصل في بدرية. ابشر ابوي وصل اسد. صلاح بتكود. خله بيشلون عنك بيشلون عنك. قم محمد قم سلم على صلاح. لا لا بيسلم عليك. يلا مع السلامه. بيسلم عليك يا صلاح حبيبي. لا لا من من بوس بوس بس ايوه طاح حبني انا تاك ما حبني اسد اسد يبي ما حبني ما حبني اليوم ما حبني قاجب خيبة هذا ما محبه بعد وحدة بعد وحدة صلاح يا ربي يا صلاح صلاح ماي بيت رد اللي عندكم بدرية خلي ولي خلي ولي وين خدت وحدة هو قول والله ياكلني ياكل والله لو شافك ليش تلك بعدك الا شليت هي والله حاشا يا محمد عثمان نحيس بعد هذا ملغوث بطيني اقول لك عطين عطين اقول لك يلا شو منك يا ولد السن ايه حط منه صوب ثاني وشغلنا في الحراسه عالتين وبعد ما فادك كان انا ابوك ما شفتك قبضنا بس لازم تطلع اسمع الصبح الساعه 6 يعني من اي حين الملكيه ولا لا؟ يقول لا 23 3 هي اذا حراسه كرتت هي والله ما عندي كم خالف اليوم؟
هذا الثاني جايبني عندك هنا. هي وسوى مخالفة. مخالفة. خلت بيزات 200 درهم. لكن 16 نقطة. 16 نقطة؟ 16. نقطة ورا نقطة. 16 على الأقل سنتين. 16. توعد من قبل. و22 سوى اللي صار. هالشربة محمد. طاحت مخالفة. طاحت مخالفة إن شاء الله. ملخية ملخية اليوم ملخية. يا سلام يا سلام. يلا اوكي. ها شو سويت وياها؟ انت ما تفتن عليه؟ لا الحين وين سوي لي؟ هي شو قول؟ قال يقول لي خلاص السياره انتهت لكن البيمه 23/3. هي لكن السياره الملكيه منتهيه. اي من الشهر. المفروض ان الدريور روح يعرف. عرف. حبنته والاخير الحين كم نقطه اعطوك؟ هاكي مال الحدث مال اليوم مال الادار. كم؟ 16 نقطه. شوف انت. اي الحني هناك يقول انا عند هذا. وكم عالي سوق بكم على الحنية؟ زين يوم ما جلب كل أشياء تم حنية. 80. 80 على الحنية؟ 40. لازم الحنية 40. 40. إيه. وإذا ماشي حنية 80. 16 نقطة. 6 متيامعات من قبل محمد. لا لا الحين ها. وخلى أبوي. هذا المسجد عمره. شو ها؟ المسجد طال عمره. ترى تعتبر خطرة رعونة. إيه إيه. إيه. رعونة شوي. شو قال لك؟ رعونة شو راشد؟ لان هذا يمكن يقول لك انا خلي التم تحت مخالفه عدد المخالفات واحد مبلغ 195 درهم. هي زين. عدد النقاط السوداء 16. هي ها من قبل متيامعات. لا وخلى ابوي محمد ما يسوي عنب وعسب حنيه 16 نقطه سوداء. شوف اللومي كواويد ما شاء الله تبارك الرحمن. قيل وشتا تبى الكم الهايل هذا من اللومي تبى ناتج الجميل هذا للتسجي في اي وقت. الحين نحن دخلنا على القيض. القيض يسقون متى؟ المغرب ولا الفجر؟ يا المغرب يا الفجر. سقيت في عز النهار الشمس في كبد السماء بتحرق العروق. حرقت العروق كانك انت جتلت شيره. كانك جتلت شيره وغامر ما حد يسقي في فصل الصيف. ما تحتر الدنيا ما يسقون غمر. وانت سقيت غمر تسقي يوم غمر بكره تجلب الارض عشان تتهوى التربه. التربه يبقى دخلها نيتروجين واكسجين عشان بشيرة طيب خير. شلون تبي الناتج هذا؟ عمي صباح الخير صباح النور صباح الورد. شوفك اليوم ما مشى واي سكتي شويه بليز. شوفك اليوم ما مسوي سناب ان شاء الله تكون بخير. طمنا عنك بعد. سامحني عمي ما طرشت لك فيديو. شوف ناس الدمام كلها تسأل عنك ما شاء الله تبارك الرحمن. أنا ترى ما في دايت. وشوف اليوم شو مسوي. سويت وايد أشياء بس سامحني عاد ما صورت لك. إن شاء الله لما حنجي حنصوره عمي. الفقاس ديال الحريم الأولين هذا الفقاس الأول. يلا تهلا في راسك عمي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مساكم الله بالخير والنور والرضا والسرور. هذا ابو راشد اللي من نوع القوي متجلس وداك القهوة وداك صحتين فرض. اي فرض. اي انزين وطالت عمركم. وين بنسير ابو راشد؟ وين تبون نسير؟ القناة. قناة؟ اي يوم خاطري يسير مول. تبقى من هنا تبقى ابو محمد حاضر. بنسير بنسير الجاليريا مول. تبون من هنا؟ اي زين. يلا بنسير جاليريا مول ابو راشد. تم ابو محمد. تم تم. يلا عاد طالت عماركم المفاجأة. أيوة. الربع. الربع وين وصل؟ وصلت أبو ظبي مع في مع أبو محمد. تروح توصل أبو ظبي؟ وصلت خلاص والله شديت عيني. يلا غالي الحين عرفناه بس من الربع. واسمك الصدق شو؟ عبد الرحمن. شوف أنت؟ أبو عوف. هذا طلع عليها الربع. عليك اسم الربع؟ هذا الرجال أبو رشود. الحين ما حد زاقرني كلها الربع. نسوا اسم عبد الرحمن. لا اصلا وشو احلى شيء؟ ها؟ احلى شيء. شو اللي عيبك اكثر؟ احلى شيء الربع. غاوي الربع؟ على شرف الربع. من الربع هذا؟ من الربع منور ابو ظبي. هذا منور ابو ظبي. هذا هالمأدوبة وهالدنيا كلها كل بركاتك انت. هذا اليوم عشاء فاخر في هالمكان الفنان. على ربع توله. هذا شنو مقابلني شنو؟ بسم الله. سد نفسي. شنو مقابلني؟
بعد الله شوف هذا لا اله الا الله مره بعته مره ما حول لا قوه حش لل... سد النفس سد نفسي لا حول لا قوه شل لك شل لك المدير ليه بعدك بك ما هي يا مرحبا بالربع حبيبي حبيبي ابو محمد ربع ربع حبيبي بني ابوزك الحرمه موجوده بيضة والمهيلة عريضة بيت سند تطبخ شل تحط شو رايك؟ دم مرة مرة؟ الحين عاد هي في الدمام ترى اياها توصل ان شاء الله من ترجع يوم ورباتها توصل ان شاء الله لك العين تنظر بدنا نرويك اياها انيازتلك جوزناك اياها ما يازتلك خليها تولي خلاص بدنا نرويك غيرها خلاص وحدوبة دم تم مرة. مبروك يا هدى المعرس وياك هدى شفته تعال بيت هدى ما تعرفه الحلوة الجميلة اللي عندي هدى هي اعرفها هاي العودة الزمورية مبروك مبروك يا الربع شو رايك الحين شو بس ما تبى الربع وين بترقد؟ برقد والله بصبر اليوم برقد عند برشود لا لا هاي شبرية برشود وهاي شبرية ترمي تبناك الحين على شبرية عندها المدفع ذا الله يسلمك حبيبي سر هيك بطل تيجي قياسك شبرية قياسي كيف صح جوتي براي ما عليك من جوتي الله 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 يا سلام والكمبارة ستايلات ايه كم مقاسك ثلاثة واحدة ثلاثين صدق والله هاي صورة جماعية نحن ثلاثة ما قبل النوم تصبحوا على خير الله يعيني الليلة